السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة والحاجات الحلوة دي كلها. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض في فحص جديد من فحوصات الـ MRI، وهو فحص MRI شولدر أو رنين مغناطيسي على مفصل الكتف. طبعًا زي ما إحنا عارفين إن مفصل الشولدر طبعًا بيكون صعب على أغلب الناس اللي هم لسه مثلًا بداية أو لسه مبتدئين في الرنين، ممكن يكون الفحص بالنسبة لهم يكون صعب شوية، أو مثلًا في أغلب الأوقات ممكن يجي فحص مثلًا ما يبقاش عارف هو هيخطط إزاي، أو التخطيط بيضايقه، او ان انا امشي مع المفصل ده ازاي او ده ازاي. طبعا ان شاء الله النهاردة هنتكلم في حاجات اساسية لازم تكون معاك دايما بالنسبة لفحص الشولدر. الحاجات الاساسية دي هتسهل عليك الفحص جدا جدا جدا. طبعا زي ما حضراتكم شايفين احنا بناخد بداية السيرفي على الشولدر. طبعا العيان بينام ازاي؟ العيان بينام طبعا هيد فريستو، بنستخدم كويل الشولدر او الكويل اللي هو الفليكس اللي هو الصغير اللي هو المارين ده، اللي هو عبارة عن دايرتين الكويل العادي. طبعا ده بالنسبة لأجهزة الكلوزد. بالنسبة لأجهزة الأوبن طبعا ضروري جدا انها تستخدم الكويل نفسه بتاع الشولدر. طبعا احنا دلوقتي بنستخدم الكويل اللي هو الفليكس اللي هو المرن، اللي هو عبارة عن دايرتين. الكويل عبارة عن دايرتين، بتحط واحدة تحت الكتف وواحدة فوق، وطبعا بتثبتهم بكيس رملي، والبلاك طبعا بيكون في الجهاز. طبعا زي ما حضراتكم شايفين لما السيرفي بينزل بالمنظر ده، طبعا السيرفي الاولاني ما كانش عاجبني، فاضطريت ان انا اخد سيرفي تاني. بنسحب السيرفي ونخطط عليه من جديد، بينزل سيرفي جديد. اول حاجه طبعا بناخدها اللي احنا اتفقنا عليها اللي بنشتغل بيها على طول بعد السيرفي عشان يظبط لي السيجنال بتاعتي، هي الريف. اوتوماتيك طبعا بجيب الاكزيال بشكل كويس، الكرون بشكل كويس، والساجيتال، واظبط الريف عليهم عشان خاطر يظبط لي السيجنال في المنطقه اللي انا هشتغل عليها بالظبط، وبقول له بروسيد. تمام، بقول له بروسيد، وبعد كده طبعا بفتح. انا عندي بالنسبه للسيكونسات انا باخد اكزيال تي 1 واكزيال جريدينت. طبعا اول حاجه عندي هاخدها هو الاكزيال جريدينت، هو اول حاجه انا باخدها علشان خاطر ابدا ان انا اوصف عليه بعد كده الكورونال والساجيتال. طبعا زي ما حضراتكم شايفين بمشي الكطات مع الكلافيكال، بحيث ان انا ضروري جدا 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 اوصل للسوبرا سباينيتس تندون اللي هيساعدني ان انا اخطط بعد كده الكورونال والساجيتال. ده الكلافيكال، دي طبعا الكلافيكال كده زي ما حضراتكم شايفين، فبمشي موازي ليها كده بالقطات بالمنظر ده، بحيث ان انا اجيب قط او اتنين فيهم السوبرا سباينيتس تندون. طبعا بظبط البوكس بتاع الاكزيال، وبظبط على القطات بتاعتي على الساجيتال بشكل كويس، وزي ما اتفقنا التخطيط اهوت. زي ما حضراتكم شايفين باخد اكزيال تي 1 اللي هو الاكزيال جريدينت الاولاني، وبعد كده باخد الاكزيال تي 1 ثالث سيكونس. السيكونس الثاني بعد اول اكزيال باخد الساجيتال على طول، يعني بعد ما باخد الاكزيال تي 2 جريدينت باخد الساجيتال تي 2 عشان خاطر يساعدني بعد كده اوتوماتيك ان انا اوصف الكورونال وما يضايقنيش. فبالتالي انا باخد اكزيال وباخد ساجيتال، وبعد كده بحيث ان انا اوصف عليهم الكورونال، وبسيب الاكزيال بعد كده التاني يشتغل لوحده. بظبط البوكس بتاعي على الساجيتال بالمنظر ده على بحيث الصوره تطلع لي مظبوطه. باجي على الكورونال واظبط القطات بتاعتي وامشيها موازيه للهيومرس كده بالمنظر ده زي ما حضراتكم شايفين، واجي هنا بالمنظر ده طبعا استنى لما الاكزيال جريدينت ينزل وابدا ان انا اوصف عليه الساجيتال. طبعا ده اسمه مسموش ساجيتال صريح، اسمه ساجيتال اوبليك عشان خاطر ما تاخدش ساجيتال صريح. تمام، يفضل انك تعمل الساجيتال دايما يكون ساجيتال اوبليك، سواء في السي تي او في الام ار. تمام، طبعا في السي تي ممكن تاخد برضو الكورونال اوبليك او كورونال صريح. تمام، هنا لازم 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 تاخد الساجيتال اوبليك، والكورونال برضو بتاخد اوبليك. طب احنا ليه اوبليك؟ لانه مش صريح. فبالتالي الساجيتال اللي قدامنا ده انا بوصف ازاي؟ استنى لما الاكزيال ان شاء الله اللي هو الجريدينت ينزل وابدا ان انا اوصف عليه الساجيتال. بمشي القطات مع الجلينو هيومرال سبيس. تمام، المسافه ما بين الهيد اوف هيومرس والجلينويد بمشي القطات موازيه ليها. تمام، لو انت مش شايف الجرين هيومرال سبيس بشكل كويس، ممكن تاخد القطات بتاعتك عموديه على الاسكابولا. يبقى انت عندك حاجتين بالنسبه للساجيتال اوبليك، يا اما تمشي القطات في منتصف الجلينو هيومرال سبيس بحيث انها تبقى موازيه ليها بشكل كويس، يا اما تمشي القطات عموديه على الاسكابولا. تمام كده. طيب زي ما حضراتكم شايفين ده الاكزيال جريدينت اهو نزل اللي هو التي 2 جريدينت، ابدا ان انا انزل القطات كلها واوصف على الاكزيال بتاعي. انا باجي على احسن صوره للاكزيال اللي هي علامه الدلسيه دي كده زي ما حضراتكم شايفين، الاسكابولا والشكل الهيد اوف هيومرس بالمنظر ده كده، وامشي القطات بالمنظر ده. طبعا ضروري جدا ان انا اغطي
اغطي الهيومرس من قدام او الهيدي هيومرس من الجنب يعني، وبمشي القطات زي ما حضراتكم شايفين مع الجلينو هيومرال سبيس، بخليها موازيه للجلينو هيومرال سبيس. طيب انت مش شايف الجلينو هيومرال سبيس بشكل كويس زي ما انت شايف كده، بنوصف عمودي على الاسكابولا. تمام كده. طبعا احنا دلوقتي خدنا الاكزيال وصفنا عليه الساجيتال، والاكزيال الثاني اوتوماتيك هيشتغل بعد الساجيتال، لكن انا احتجت ان انا اخد الساجيتال عشان اول ما الساجيتال ينزل ابدا ان انا اوصف عليه الكورونا. تمام. طيب دلوقتي انا فتحت السيكونس اللي هو الكورونال بالمنظر ده، اظبط البوكس عليه واجي اظبط القطات بتاعتي على الساجيتال اللي هو السودو. طبعا لما الساجيتال الترو ينزل اللي هو الساجيتال تي2 ابدا ان انا اوصف عليه الكورونال بتاعي برضو اسمه كورونال اوبليك. طيب انا بمشيه على ايه؟ بمشيه مع السوبرا سباينيتس تندون زي ما اتفقنا. انا باخد اكزيال على بمشيه مع الكلافيكال عشان خاطر يظهر لي السوبرا سباينيتس تندون. طيب باجي على احسن صوره فيها السوبرا سباينيتس تندون زي ما حضراتكم شايفين كده، السوبرا سباينيتس تندون كده، وبمشي القطات موازيه بشكل كويس جدا للسوبرا سباينيتس تندون. طيب انت السوبرا سباينيتس تندون ما ظهرتش معاك كويس، ما عرفتش تشوف السوبرا سباينيتس تندون كويس. تمام. بمشيه ازاي؟ بمشي القطات زي ما انت شايف كده موازيه للاسكابولا، موازيه للاسكابولا، بمشيها مع الاسكابولا بالظبط. يبقى الساجيتال بمشي القطات يا اما موازيه للجرين هيومرال سبيس يا اما عموديه على الاسكابولا. الكورونال بمشي القطات مع السوبرا سباينيتس تندون موازيه للسوبرا سباينيتس تندون فوق بالظبط، يا اما بمشيها موازيه للاسكابولا. تمام. طيب بعد كده الساجيتال بينزل لي بالمنظر ده كده زي ما حضراتكم شايفين، وابدا ان انا اظبط الكورونال عليه واخلي القطات موازيه للهيومرس بشكل كويس جدا جدا جدا. فضروري جدا انك بعد ما تاخد اول اكزيال تاخد بعده على طول الساجيتال عشان خاطر ينزل لك الساجيتال بالمنظر ده، يبقى انت موصف القطات بتاعتك بشكل كويس على الاكزيال وعلى الساجيتال. تمام كده. كده هيطلع لك الشولدر بتاعك حلو جدا من حيث الاكزيال، من حيث الساجيتال، من حيث الكرونال. تمام. طيب بنيجي بعد كده نشوف القطات بتاعتنا. اول حاجه طبعا بنجيبها بنطبعها لوحدها اللي هو طبعا الايه السجل. السجل بيكون حوالي 18 صوره فبنطبعه لوحده زي ما انت شايف. الهيومرس بيجي معاك بشكل كويس جدا 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 لما بتظبطه كويس في الاكزيال وبتظبط القطات بتاعتك على الكرونال السودو، فبيطلع لك سجل كويس جدا زي ما انت شايف. ده طبعا السيجيتال ضروري جدا ان انا اخليه بالمنظر ده وبطبعه. طبعا لو انت بتطبع ده بتطبع 4 في 4 زائد 2، ده الفورمات اللي موجود على الجهاز بحيث يطبع لك ال 18 صوره على فيلم واحد. بعد كده بنيجي مع بعض نجيب بقى الاكزيال جريدينت. اول حاجه خالص خدناها اللي هو الاكزيال جريدينت مع الاكزيال تي 2. طبعا الاكزيال بما ان الاثنين واخدين نفس المسمى فبالتالي الاثنين خد نفس التوصيف زي ما شفنا مع بعض. ده طبعا الاكزيال جريدينت بزوم الصور بالشكل ده بحيث انا مش محتاج اللي ورا ده كله، مش محتاج ناحيه الشيست في حاجه الا لو كان طبعا في ليجن لازم تجيبها له في الصور وتظبط الصور بتاعتك بشكل كويس. ده طبعا الاكزيال حلو جدا. بعد كده عندي بجيب الاكزيال تي 1، باجي اقف على الصور بالمنظر ده واقول نفس الفيو نفس الويندو بيظهر لي التي 1 بالمنظر ده بشكل كويس جدا. ده طبعا على الشمال الاكزيال جريدينت، على اليمين موجود الاكزيال تي 1 وبطبعهم مع بعض. بعد كده ببدا انزل بقى الكورونالين اللي انا وصفتهم. انا عندي بيبقى عندي كورونال تي 1 بالمنظر ده، شايف الكورونال عامل ازاي؟ ده اسمه ترو اي بي. لو انت هتصور الصوره الاكس راي الترو اي بي هيطلع لك بالمنظر ده، بظهر الجلينو هيومرال سبيس بشكل كويس جدا جدا جدا. بمشي مع الاسكابولا في الكورونال او مع السوبرا سباينيتس تندون، ده اسمه كورونال اوبليك. ما ظهرش السوبرا سباينيتس تندون معاك مش عارف تمشي عليه، بتمشي موازي للاسكابولا بحيث انك تطلع الاسكابولا في البوزيشن اللي هو الاي بي، بوزيشن كورونال حلو جدا للاسكابولا. تمام. او زي ما انت شايف الجلينو هيومرال سبيس ظهر بشكل كويس جدا، وده طبعا الشكل اللي هو الكورونال او شكل اي بي محترم للاسكابولا كامله. تمام كده. طيب ده طبعا بيكون ضروري جدا عشان خاطر اظهر لو في اي مشاكل او في ليبريم في مشكله بحيث يظهر معايا بشكل كويس جدا. طبعا الليبريمز اللي هي الخطاطيف اللي ماسكه الهيد اوف هيومرس في الجلونيد بشكل كويس ما بيحصلش مثلا مالتي بول ديسلوكيشن، فبالتالي ضروري جدا ان انا اخد القطات الكورونال بالمنظر ده زي ما شفنا علشان خاطر يظهر لي الجلينو هيومرال سبيس بشكل كويس ويظهر لي الليبريمز بشكل كويس جدا. طبعا الليبريمز موجوده في طبعا في
anterior and posterior labiums وفي superior and inferior labiums. طبعا ده كله بيكون ظاهر في الكورونال وبيكون ظاهر في السجتال بشكل كويس جدا. ان شاء الله باذن الله فيما بعد هنشرح او هنشوف مع بعض اناتومي بالنسبه للرنين والسي تي بشكل كويس جدا. طبعا احنا عارفين ان احنا بنشرح اناتومي على الاكس راي فقط، بس ان شاء الله بعد ما نخلص الفحوصات اللي هي الام ار اي والسي تي باذن الله هننتقل للاناتومي بالنسبه للسي تي والام ار اي بشكل كويس جدا جدا جدا. طبعا اخر حاجه معايا خالص اللي هو الكورونال ستير، ضروري جدا جدا في الماسكلوسكليتال لازم يكون عندك سيكونس او اتنين ستير. الستير هنا ضروري عشان يظهر الليجنز بتاعه العظم، بيظهر لي البرزايتس اللي هو طبعا التهابات قشره العظم بالمنظر ده. طبعا لو في اي بارشال تير، في اي سبرين، في اي تير، طبعا ده كله بيظهر فيه الستير بشكل كويس. العلامه بتاعته ايه؟ ان طبعا لو ما بيحصل اي تير او بيحصل اي سبرين بالنسبه للتندونز او الليجمنتس اللي موجوده في المفاصل، اوتوماتيك بيعمل لي بحيره ميه مكان، بيظهر في بنسبه افيوجن بشكل كويس جدا جدا جدا. ده دليل على ان في طبعا تير او في سبرين او في اي نوع من انواع التمزقات. تمام كده، ده طبعا بالنسبه للفحص بتاعنا اللي هو الشولدر، بناخد السيرفي والريف وبعد كده بناخد اكزيال تي 2. بعد الاكزيال تي 2 اللي هو جريدينت، يعني بعد الاكزيال تي 2 جريدينت بناخد الساجيتال اوتوماتيك على طول بعده عشان اوصف عليهم الكورونال على الاكزيال والساجيتال مع بعض. بعد كده بياخد عندي الاكزيال تي 1 وبعد كده اخر حاجه خالص اللي هو الكورونال تي 1 وكورونال ستير او كورونال سبير. تمام كده، ده بالنسبه لفحص الشولدر بتاعنا. وبكده الحمد لله نكون خلصنا فحص الشولدر بشكل كامل وشوفنا كل حاجه. وطبعا ان شاء الله بعد الفيديو ده لما تسمعه للاخر مش هيكون عندك اي مشاكل بالنسبه لتوصيف الشولدر وبالنسبه للتخطيط على الاكزيال والساجيتال. طبعا شفنا بالاكزيال بنخطط على او بنمشي القطات على الكلافيكال، بنوازيها مع الكلافيكال عشان خاطر يظهر لي السوبرا سبينيتس تندون بشكل كويس جدا. وضروري جدا ان نغطي الكلافيكال من فوق واغطي الشولدر من تحت بشكل كويس. بعد كده باخد الساجيتال اوتوماتيك علشان خاطر اوصف الكورونال بتاعي على الاكزيال والساجيتال مع بعض. وضروري جدا في الساجيتال ان انا امشي القطات بشكل كويس مع الجلينو هيومرال سبيس على الاكزيال، باجي على الاكزيال واوصف الساجيتال على الجلينو هيومرال سبيس بشكل موازي ليها او عمودية على الاسكابولا، وبغطي الهيد هيومرس بشكل كويس وبغطي الجوينت بشكل كويس من الداخل من ناحية الشيست، وبمشي القطات بتاعتي بتاعت الساجتال بمشيها مع الكورونال بشكل كويس بحيث يظهر لي ساجتال محترم زي اللي قدامنا ده على اليمين. بعد كده باجي على الكورونال زي ما اتفقنا، بنمشي القطات بتاعتنا مع السوبرا سباينيتس تندون، ده الكورونال اوبليك، بمشي القطات بتاعتي على السوبرا سباينيتس تندون زي ما شفنا. لو مش لاقي السوبرا سبينيتس تندون بتمشيها موازيه بشكل كويس جدا مع الاسكابولا بشكل محترم. طبعا ضروري انك تظبط البوكس بتاعك على الكورونال عشان الصوره تطلع مظبوطه، وفي نفس الوقت بتظبط القطات زي ما ظبطت القطات بتاعتك على الاكزيال، بتيجي تظبطها بتمشيها موازيه للهيومرس بشكل محترم. ده عشان ضروري جدا على الساجيتال عشان يطلع لك الكورونال بشكل كويس جدا جدا جدا، يظهر لك اللي هو ترو اي بي او ترو كورونال بحيث او الكورونال اوبليك بحيث تظهر الجلينو هيومرال سبيس بشكل كويس جدا، تظهر الليبريمز بشكل كويس جدا. والليبريمز طبعا بتكون ظاهره بشكل محترم في الكورونال ستير وبتكون ظاهره برضو بنسبه كبيره في الساجيتال بشكل كويس جدا، لكن هو افضل حاجه بنشوفها في الاكزيال جريدينت وفي الكورونال ستير. وبكده الحمد لله يكون خلصنا فحص الشولدر بشكل كامل. ان شاء الله ما يكونش عندك اي مشاكل تانية بالنسبه للفحص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك على القناه لو انت لسه جديد معانا، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.